ايه اغرب موقف حصل لك في الجامعه؟ اغرب موقف؟ لا حاجات كتير قوي، انا حياتي كلها مواقف غريبه. اختار حاجه كده حلوه احكي لنا. اغرب موقف في يوم كان عندي امتحان، كان الساعه 1 وانا رحت الساعه 10 ودخلت اللجنه وقعدت ازعق مع المراقب وبتاع، وفاكر ان دي لجنتي ودي مش لجنتي اصلا. انا كده اكتشفت ان ده مش امتحاني اساسا اصلا بقى، فاهم؟ عايش في البطيخ. موقف غريب، صاحبي كان طول اليوم مواصلات تعبته وقعد يرجع طول اليوم وفضل. لا ده موقف مقرف، انا عايز موقف غريب. ما حضرتش ولا محاضره ولا سيكشن. ده موقف عادي كلنا ما بنحضرش. ايه اكتر موقف حلو في اول يوم جامعه؟ موقف حلو مفيش الا حاجه واحده. انا عايز اعرف الشاورما السوري اللي في البتاع. كنا قاعدين على ديسك ماشي والدنيا حلوه مفيش اي حاجه وشغالين عادي والدكتور بيشرح وكده، وواحد تخين يعني دخل الليكتشر ودخل وقعد، هو خد الديسك كله ووقع. مش موقف غريب، ما ده موقف عادي. موقف عادي متأثر. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه طيب؟ ايه غريب؟ هو اغرب موقف اللي انا كنت داخل الجامعه في مره، فكنت متشايك بصراحه، فكان في ميه بتاع الراجل بتاع اللي بيسقي الجنينه وكده الخرطوم، كان في شويه ميه كده عند الباب، فكان في بنات قاعده، فقمت متكعبل عامل زي الشياكه راحت. الشياكه راحت بقى شكله وحش قوي، ضحكوا عليا خالص مش هتعرف تشقط كده. لا اشقط. اغرب موقف اتعرضت له في الجامعه ايه النهارده وايا كان اليوم؟ بنت مكلحه جت بتبص لي وحش. بنت ايه؟ مكلحه يعني ايه؟ يعني شكلها قلح. وانت اغرب موقف نفس البنت؟ اغرب موقف برضك نفس البنت برضك، كنت ماشي نفس البنت المكلحه؟ كنت ماشي معاها. ايه اللي حصل؟ لا ده جت بتبص لي بره وشبه جزمتي وهي مطربه. بص انت يرضيك صاحبك بس استغاثه بس ومعلش. انت ايه رايك في اللي اتعمل فينا ده يا صاحبي؟ يعني ايه؟ تحيه العالم في الجامعه والكلام ده. لا خريج ماليش دعوه بالموضوع ده، مش متابع للاسف. بقى ايه قول تسال عليه؟ لا انا مش متابع، ماليش دعوه انا بالعالم والكلام ده. تمام بقى انا فرحان بيك ولا شفتك. انت عرفني اغرب موقف اتعرضت له في الجامعه ايه؟ اغرب موقف اتعرضت له في الجامعه هو كان في سنه اولى، فاهم؟ كنت داخل ما اعرفش بقى كليه فين بتاعتي وكده، فدخلت اول يوم حضرت في اداب، فاهم؟ فاتضح يعني انا عارف انا في حقوق، فبحسب ان اداب حقوق، فاهم؟ فعرفت بعد كده ليها تجاره. شارب اليوم ده؟ مش عارف اي حاجه. ستروكس دماغ ستروكس دي.